يلعب كرة ممتازة لرحيمي، رحيمي يا رحيمي، من سجل هو شعبان، شعبان يا شعبان، شعبان في هذه الليلة يحتفل بهدفه الأول في المباراة. مجهود كبير من سفيان رحيمي الذي أتمنى أن يعود سالما غانما لمتابعة المباراة رفقة زملائي. شعبان يحتفل أخيرا بالهدف بقميص النسور الفضل. رحيمي أصيب في الكرة الماضية، رحيمي الذي نتمنى أن يعود سالما معافى لمواصلة المباراة. والنتيجة خمسة خمسة يا سادة، خمسة في الجولة الثانية والحصيلة مرشحة للارتفاع. قلت لكم نسجل رجاء هدف سيضيف الثاني الثالث ثم الرابع.